الإصلاح المطلوب في نظر الشيخ القائد هو ما يحقق العزة والكرامة لهذا الشعب المظلوم وغيره. الإصلاح لكل اعوجاج ولكل فساد ولرفع كل ظلم ولتحقيق حياة العزة والكرامة للشعب وللحفاظ على الهوية الدينية والتاريخية لهذا الشعب المؤمن في البحرين. من صفات هذا الإصلاح أولاً أن يكون جدياً، لأن حقبات من الزمن ومحطات مر بها هذا الشعب في تاريخه مع خصوص هذا النظام الحاكم الظالم، وهو أنه يأتي بمشاريع تلميعية أو ترقيعية أو التفافية أو تمييعية أو ما شابه ذلك. فالإصلاح المطلوب أن يكون إصلاحاً جدياً يعترف بشعب له حقوقه في وطنه وله حقه في تقرير مصيره وكتابة دستوره وانتخاب حكمه. أن يكون هذا الإصلاح جذرياً بمعنى أن لا يذهب إلى الشكليات وإلى الأمور البسيطة أو الظاهرية، أن تكون له كلمته في دستوره وفي من يمثله وفي حكومته والنظام الحاكم له. أن يكون الصفة الثالثة أن يكون هذا الإصلاح شاملاً، فلا يكون مجتزئاً في ملف دون ملف، وإنما أن يكون شاملاً لكل الملفات التي تؤرق هذا الشعب والتي تحقق له كرامة الدنيا والدين والآخرة. رابعاً، أن يكون هذا الإصلاح شعبياً، أن ينطلق من الشعب الذي وفق كل الدساتير البشرية كما يقولون الشعب مصدر السلطات، فلا بد أن يكون هذا الإصلاح من الشعب نفسه، منطلقاً من الشعب نفسه وليس بمكرمات يتكرم ببعضها أو بفتاتها النظام ومن معه. خامساً، أن يكون هذا الإصلاح تعاقدياً، ففي كل مرة هناك نكبة وفي كل مرة هناك نكث للعهود، فلا بد أن يكون هذا الإصلاح تعاقدياً بدستور واضح صريح يكتبه هذا الشعب بممثليه ويوافق عليه ويوقع عليه، ويكون تعاقدياً بينه وبين أي نظام يحكمه وأي حكومة تأتي تحكمه. أساليب: أولاً، الانضباط الشرعي، لأن هذا الشعب مؤمن وملتزم بإسلامه بدينه بإيمانه، فكثيراً ما يؤكد سماحة الشيخ بأن الغاية لا تبرر الوسيلة، وبأن هذا الإصلاح لا بد أن يكون وفق وسائل منضبطة شرعياً، فلا تتخلف في أي مورد من الموارد عن أي حكم من الأحكام الشرعية. أن تكون هذه الأساليب والوسائل سلمية حضارية، وكثيراً ما أكد عليها بأن هذا الشعب مستمر في مطالبته بالطرق السلمية الحضارية، وأنه لا يحيد عنها وإن استغفل، وإن حاول النظام مراراً أن يجره إلى مربعات المواجهة وإلى الخطوط وإلى خطوط الخروج وإلى خطوط يخرج بها عن هذا المبدأ السلمية الحضارية. ثالثاً، من الأساليب والوسائل هو الصبر والاستمرار، أن يبقى هذا الشعب على صبره وعلى صموده وعلى استمراره، وأن لا يخنع وأن لا يذل، وأن يبقى متمسكاً بهيهات من الذلة، ومتمسكاً بأن لا يركع لغير الله عز وجل. يعتمد هذا الإصلاح أولاً على الإيمان بالله تعالى والتوكل عليه، فهو الناصر والمعين،
لهذا الشعب الذي آمن بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وآله. ثانيا من مقومات هذا الإصلاح التاريخ الكبير لهذا الشعب المؤمن الصابر. من مقومات هذا الإصلاح الوعي والبصيرة والصبر والصمود لهذا الشعب. هذا الشعب لديه هذه الصفات: صبر ووعي وصمود. وما يعتمد عليه هذا الإصلاح المعارضة، بعنوان المعارضة بما تحمله من تاريخ ماض وواقع. هذه المعارضة بما تحمل حتى من بعض انقسامات، هذه المعارضة التي خاطبها الشيخ مرارا خصوصا في هذه السنة، في طيلة هذه السنة الماضية خاطبها مرارا وصريحا. لا بد أن تتحد، ولا بد أن يكون لها المشروع الموحد المنقذ لهذا الشعب. خامسا من المقومات مناصرة الشعوب والجهات المنصفة. مهما كان فهناك من البشر من يحمل الإنصاف، هناك من الجهات ما تحمل الإنصاف، فهذا أيضا من المقومات نصرة الشعوب والجهات المنصفة والمناصرة للحق وللمستضعفين. إذا توفر الإخلاص أولا، وثانيا إذا توفر الوعي والصبر والصمود والاستمرار، إذا بقي هذا الشعب على صموده وصبره واستمراره فالنصر حليفه إن شاء الله. ثالثا إذا توفر الاتحاد والتنسيق والمشروع الموحد بين المعارضة بكل عناوينها وبكل أقسامها فالنصر حليف هذا الشعب بإذن الله عز وجل.